بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمدا طيبا مباركا كثيرا. الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي أنعم علينا وشرح صدورنا بالإسلام، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله معكم ليلى طه في برنامج سؤال وجواب في الشرع. حلقة النهاردة هتتكلم عن أمور أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور قد تكون سبب في التوفيق الدارين، وقد تكون سبب في عدم التوفيق في الدارين. ومنها أولا صلة الرحم، ولمزيد الفضل علينا بها يجب أن نهتم بها ونعرف ما الأمور المتعلقة بها. فهيا بنا نتحدث عن هذا وما الذي أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. فنقول أن صلة الرحم لها أمورا كثيرة. لابد أن نعلم الأول ما معنى صلة الرحم، وما المترتب على هذا الأمر، وما الأمور التي ينبغي أن يفعلها الإنسان في صلة الرحم. أولا، عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسئ له في أسره فليصل رحمه. نفهم أولا ما معنى صلة الرحم. نقول أن صلة الرحم تعني المحبة والمودة والتعاون. هنا يجي يسألني سائل، نقول له أن صلة الرحم ليس مقصودها الزيارة، مش معنى أن أنا هزور أهلي يبقى كده صلة رحم. لا، صلة الرحم معناها المحبة والمودة والتعاون. يعني بنقف مع بعض في الشدة، بنقف مع بعض في الحزن، بنقف مع بعض في الفرح، بنقف مع بعض في كل الأمور التي ينبغي أن تكون بمعنى صلة رحم. ليه؟ لأن دين الإسلام دين المحبة، دين المودة، دين التعاون. أيضا ينبغي أن نفهم أن دين الإسلام والمسلمين يجب أن يكونوا كالبنية، كالبنيان. نرى جميعا أن البنيان يعتمد بعضه على بعض، فإذا وقع شيء وقع الآخر. ينبغي أن نكون نحن المسلمين كذلك، متساندين، متعاونين، متحابين. إيه الكلام ده؟ عزيز المشاهد، بعد أن علمت حديث النبي والقراءة بالعامة يجب أن تفهم هذا. يعني إيه؟ يعني أنا مش هروح أزور أهلي كده وخلاص، ما ينفعش. ما أقولش صلة رحم إن أنا أروح أزورهم ربع ساعة نص ساعة وأقعد معهم وأمشي وأقول إن أنا عملت صلة رحم. وقت الضيقة مانيش موجود، وقت الزعل مانيش موجود، وقت الحزن مانيش موجود. مش صلة رحم تماما. صلة الرحم هي الإحسان، هي التعاون، هي المحبة، المحبة وليس البغض والكره. اللهم ابعد عن قلوبنا البغض والكره والحسد والغل يا رب العالمين. طيب ايه المترتب على صلة الرحم دي؟ انا عايزة افهم برضو ايه المترتب على صلة الرحم، ايه اللي انا هستفيده يعني لما ازور وما ازورش. وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم ورغبنا في صلة الرحم لمزيد الفضل بها. اولا، قد تكون صلة الرحم سببا في التوفيق والبركة في الدارين، وهو دار الدنيا ودار الآخرة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا لو زرت أهلي ربنا هيبارك لي، بيعمل لي حاجة كده اسمها البركة. البركة في المال، البركة في الأولاد، البركة في الصحة. دي بنسميها إيه؟ بنسميها التوفيق. إذا التوفيق هو هنا المتعلق بإيه؟ بالبركة. يبقى البركة دي بتكون في إيه؟ بتكون في الدنيا. طيب عدم التوفيق متعلق بانقطاع الرحم. عدم التوفيق متعلق بانقطاع الرحم. طب يعني ايه انقطاع رحم ويعني ايه عدم توفيق؟ انا كده فهمت، كلنا كده فهمنا ان صلة الرحم مترتب عليها ايه؟ التوفيق في الدارين. التوفيق في الدارين يعني مترتب عليها السعادة في الدنيا ومترتب عليها السعادة في الآخرة. طب ايه هي السعادة في الدنيا؟ السعادة في الدنيا قلنا البركة في المال وفي الأولاد وفي الصحة وفي الرزق. مال كتير وكمان ليه فايدة، مش بيضيع هباء. صحتي حلوة حتى وإن طال العمر
فله في البركة مالا وجمالا وامتدادا. يعني صحتي حلوة كده، مش طول الوقت تعبان وعيان. وهكذا أولادي ربنا مبارك فيهم وجعلهم ذرية صالحة. اللهم اجعل أولادنا وأبناءنا وجميع ذرياتنا وذريات ذرياتنا في الخير يا رب العالمين. الأمر الثاني السعادة في الآخرة. طب إيه السعادة في الآخرة؟ هي إن شاء الله دخول الجنة. ننتقل إلى الأمر الثاني يا أحبائي، وهو انقطاع الرحم. أنا كده فهمت صلة الرحم، عشان جالي سؤال إن صلة الرحم معناها الزيارة. لأ، صلة الرحم ليس مقصودها الزيارة تماما. الزيارة دي إن أنت تروح تقعد شوية، دي مش معناها صلة رحم. صلة الرحم بنبه تاني معناها المحبة، المودة، التعاون. بنحب بعض، بنتعاون مع بعض في الضيق والشدة. وليه؟ زي ما وضحت إن دين الإسلام دين متماسك متعاون، يهدف إلى أن يكون المسلمين متماسكين كالبنيان يشد بعضه بعضا. زي ما البنيان الحيطة اللي في البيت متساندة على بعض، لو أنا وقعت جزء هتلاقي البنيان كله حصل له إيه؟ وقع. إحنا المفروض نبقى كده، مش نفرح مع بعض وقت الزعل نسيب بعض. واعلم كلما كنت في ضيق، كلما كنت في حزن، كلما كنت في انقطاع، اعلم أن هذه الدنيا ليست دائمة، بل هي دائرة، دائرة، وهي كما تدين تدان، كما تدين تدان. ننتقل للأمر الثاني وهو عدم التوفيق. عدم التوفيق، عدم التوفيق زي ما قلت بيترتب على انقطاع الرحم، بيترتب على انقطاع الرحم. طب يعني ايه انقطاع الرحم؟ انقطاع الرحم عدم الزيارة، ولا بقى بزور ولا بروح ولا باجي ولا بسأل ولا كأننا نعرف بعض. ده انقطاع. طب معناها ايه؟ طب ايه المترتب عليها؟ المترتب عليها الحرمان، الحرمان في الدنيا والحرمان في الآخرة. طب ايه الحرمان في الدنيا؟ عدم البركة، عدم السعادة، عدم البركة في المال وفي الأولاد وفي الرزق وفي الصحة. كل حاجة حواليك ما فيهاش بركة، لأن زي ما احنا بنقول كده بالعامية، اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حاجة خالص. زي ما بتسألش في أهلك، الكبير مش هيسأل عليك، مش هيلتفت ليك. طيب وفي الآخرة؟ في الآخرة دخول النار. وأيضا حديث النبي في ذلك الذي قال فيه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. يعني النبي نبهه ونوه على هذا الأمر، لا يدخل الجنة قاطع رحم. إذن المستفاد يا أحبائي من هذا الأمر أن صلة الرحم ينبني عليها أمورا كثيرة. قد تكون السعادة عامرة أبدية، وقد يكون الشقاء عامرا أبديا. الأمر الثاني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي: إن كنت كما قلت كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: بزور أهلي وبحسن إليهم وبعملهم حلو ومش بلاقي منهم غير الأذى، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن كنت تفعل هذا فهؤلاء تسفهم المل. المل هنشرح هذا بالتفصيل. نخرج فاصل ونعود بإذن الله. ورجعنا لكم بعد الفاصل ونكمل بقية الحديث الشريف. نقول أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، أن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
لإن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ الرجل بيقول للنبي: أنا فعلت كل ما يفعل مع قرابتي، قدمت الإحسان بالقول وبالفعل. هو الإحسان ممكن مش بالقول بس، لا، الإحسان قد يكون قولا وقد يكون فعلا. فهو هنا بيقول: قدمت لهم القول وقدمت لهم الفعل. فما هو القول بالإحسان وما هو الفعل؟ القول بالإحسان الكلام الجميل الذي يجبر الخاطر، ده بالقول. القول بالفعل تقديم أعمال البر، تقديم أعمال البر، يعني قدمت لهم كل حاجة حلوة، كلام حلو وقلت، معاملة حلوة وعملت، ما جايب وهدايا وعطيت، ودون ما فيش فايدة أعمل إيه؟ وأحلم عنهم ويجهلون علي، وبرضو بصبر عليهم ودول متجاهليني تماما، برضو مش بيدوني فايدة من أي عمل أنا بعمله. فقال له النبي: إن كنت كما قلت، لو أنت فعلا بتعمل ده فهم هؤلاء كما تسفهم المل، أي تطعمهم الرماد الحار. المقصود هنا بالمل يا جماعة الرماد الحار، يعني هؤلاء يكونون في الآخرة بأن النار تأكل من أجسادهم فيصبحون كالرماد الملتهب بسبب كثرة العذاب بهم. نشرح هذا الحديث لكي نستفيد من معناه. الرجل اللي جه سأل النبي ده كان بيشكي من قطيعة الرحم وعدم الإحسان من الأهل، وخاصة إنه فعل كل ما يفعل من الصلة ومن القرابة وبالقول وبالفعل ومن الحلم. فبيسأل النبي بيقول له: أنا طب أنا عملت كده كل حاجة، أعمل إيه تاني؟ فالنبي بيقول له: لا، استنى، إن كنت أنت صبرت عليهم بالقول، صبرت عليهم بالفعل، قدمت الجميل، فخلاص أنت عملت ما عليك، هم بقى جزاؤهم عند الرحمن. طب جزاؤهم إيه؟ مش إحنا قلنا من شوية إن قطيعة الرحم تسبب عدم التوفيق في الدنيا والآخرة؟ ما هو ده بقى عدم التوفيق في الآخرة، أن النار تأكل من أجسادهم فيصبحون كالرماد الحار. طيب، ومن هنا نعلم يا أحبائي أن صلة الرحم ثلاثة أنواع: قد يكون واصل الرحم، وقد يكون قاطع الرحم، وقد يكون المكافئ، مكافئ الرحم. قاطع الرحم لا يأتي ولا يزور ولا يسأل، لا ببر ولا إحسان ولا قول ولا حلم، ما بيتعملش خالص، هو قاطع الرحم. وبناء على هذا الأمر قال النبي: لا يدخل الجنة قاطع رحم. الأمر الثاني الواصل ده اللي احنا كلنا ينبغي أن نفعل مثل فعله ونقتضي بحذوه. هو إيه الواصل ده؟ الواصل ده اللي بيزور وبيسأل وبيجيب من غير ما يستنى حد يقول له انت جبت او ما جبتش، هو ملوش دعوه بحد، جاب ما جابش، سال ما سالش، عطاني ما عطاش، ملوش دعوه باي حد، هو بيعمل اللي عليه، هو بيعمل زي ما ربنا قال وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم اوصانا، وزي ما علم ان هذه الاشياء سببا في دخوله الجنه. فهو عايز نور السعاده في الدنيا وعايز نور السعاده في الاخره، ملوش دعوه بالناس بقى، ملوش دعوه هو ده بيعمل كده او ما بيعملش كده، ده ما بيسالش فيا، انا كمان مش هسال، هو مش عايز سؤال. كل اللي عايزه السعاده في الدارين، ده بنسميه ايه؟ الواصل. نسال الله جميعا ان نكون واصلين غير منقطعين باهل القرب والقرابه وصله الرحم وذوي الرحم، اللهم امين يا رب العالمين. طيب، الأمر الثاني المكافئ. المكافئ مين ده؟ المكافئ ده اللي ما بيروحش إلا لما يجوله، ما بيجيبش إلا لما يجيبوله، أنا ماليش دعوة،
ما جوليش انا كمان ما جيش، ما روحش، ما عملوليش انا كمان ما اعملش. ده بنسميه مكافئ، بينتظر، بينتظر الشيء، بينتظر الشيء. طب هل هذه الاحاديث التي تحدثت عن صلة الرحم تحدثت عن الوصل ام تحدثت عن المكافئ ام تحدثت عن القاطع؟ طبعا لا، حد نحسن دلوقتي يقول تحدثت عن القاطع، لا طبعا، عمر ما كان حديث نووي يتكلم عن القطع، ده بالعكس حذرنا من القطع لانه سببا في عدم الحرمان، انما تحدثت عن المكافئ وليس تحدثت عن الواصل وليس المكافئ. قالت لنا ابعدوا يا جماعه عن ان انتوا تنتظروا شيء، انت بتعمل اللي عليك وتقدم القربات وتفعل بامر الله وتفعل ما اوصانا به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليك الجهد والتكلان على الله. طيب متصلة اتصلت أمس وقالت أنا عندي مشكلة في قطيعة الرحم، أعمل إيه؟ وإن بيكون مشاكلي بسبب الزيارات والتداخل الزائد، وخايفة أتدخل أكتر يحصل مشاكل أكتر. ده كان سؤالها على الواتساب بعتته أمس. طبعا أنا مش هقدر أقول لك أو هأمرك بالهجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. ولو قلت لك كلميهم أنت بتقولي في مشاكل، فهنا وليس عليك ذنب أيضا في القطع، فهنا هيكون علينا أمرين، هيكون علينا أمرين. الأمر الأول عدم القطع، عدم القطع حتى لا نكون سببا في عدم التوفيق في الدارين، نسأل الله تعالى ألا نكون من أهل التوفيق يا رب العالمين، اللهم ابعد عنا الرياء يا رب العالمين. ما ينفعش أقولك كده، لازم أنت تتعاملي معاهم بس بحدود، ما دام الاختلاط الزائد يأتي بكثرة المشاكل يبقى حينئذ الحدود هي الواجبة في الفعل. حدود، اتعاملي بالراحة كده، بلاش الاختلاط الزائد. هناك هجرا أمر به النبي، هجر أمر به النبي، والهجر ده يكون واجب علينا مع أنه بقى سواء كان في صلة الرحم أو غير صلة الرحم. إيه هو الهجر الواجب ده؟ أنت بتقولي إيه أجر واجب؟ يعني أقطع الناس ده؟ إحنا داخلين على شهر مفترج وشهر مغفرة وشهر رحمة، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين واغفر لجميع المسلمين الأموات منهم والأحياء يا رب العالمين. أعمل إزاي اللي أنت بتقولي عليه ده؟ القاطع ده إزاي؟ أو أعمل إزاي الهاجر الواجب ده إزاي؟ الهاجر قد يكون واجبا عند الأمر بالمعصية، عند الأمر بالمعصية، أو يخاف الإنسان على نفسه من الافتتان في دينه وعرضه، حينئذ الهجر يكون واجبا. يعني إيه؟ يعني أنا مصاحبة الجماعة دول، الجماعة دول بيأمروني دايما بمعاصي، أو قعدتي معهم ما هتخليني أعمل معاصي، أو صلة الرحم معهم ما هتخليني نعمل معاصي أو نزعل من بعض بزيادة. الأجر أبعد بقى هنا، بحاول أبعد، بحاول أتجنب، بس من غير قطع، من غير قطع، عشان ما حدش يجي بعدين يقول إن أنا قلت أمرت بالقطع أو إن أنا قلت قطع. أنا بقول الشيء قد يكون الهجر واجبا إذا خاف الإنسان الافتتان على نفسه وعلى دينه وعلى عرضه من المعاصي. وكلنا عارفين لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كلنا عارفين إن ما ينفعش نطيع حد ما دام الأمر يتناول المعصية. تمام. ده أول وصية أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صلة الرحم. فاللهم يا رب العالمين، بحق هذا اليوم الكريم وبحق هذه الساعة التي تكون كساعة إجابة، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجعلنا واصلين مهتدين، وابعد عنا الرياء، واغفر لنا ولموتانا، اللهم ارحمنا إذا جمعنا التراب، اللهم ارحمنا إذا جمعنا التراب وتركنا الأهل والأحباب. هننتقل للأمر الثاني، وهو أمر حديث برضه، وصايا النبي أيضا وأوامر النبي أيضا، وهي الصدقة والتواضع، الصدقة والتواضع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن أبي هريرة، مش أنس، أسفة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص الصدقة من مال، وما زاد الله عبد بعفو إلا عزه، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه ما نقصت صدقة من مال، ويعني إيه ما زاد الله عبد بعفو إلا عزه، ويعني إيه ما تواضع أحد لله إلا رفعه. هذا الحديث يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء ينبغي أن تفعل، ويوصينا بأشياء ينبغي أن نعلمها، ويعالج غرائز جلبت عليها النفس البشرية، غرائز جلبت عليها النفس البشرية، جلبت يعني فطرت، وجدنا نفسنا اتوجدنا لأن نفسنا فينا الحاجات دي بنحب نعملها، وهي العظمة والتعاظم والسيطرة والبطش والكبرياء والبخل. هذا الحديث سيعالج هذه الأشياء، وهذا الحديث سيتكلم كيف نتعامل مع هذه الأشياء. أولا، ما نقصت صدقة من مال. نصلي على النبي، نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أولا، ما نقصت صدقة من مال. هنا هيعالج إيه؟ هيعالج البخل. هيعالج إيه؟ هيعالج البخل. موضوع الصدقة موضوع، احنا طبعا داخلين على صدقات رمضان والاطعام والكلام ده كله، بس موضوع صدقة كبير، لازم نعرف ان هناك صدقات واجبة وهناك صدقات مستحبة. الصدقة الواجبة زي صدقة رمضان اللي احنا بنعملها، زكاة رمضان او زكاة نذر عليا نذرته، زكاة نذر عليا انا نذرته، كل دي بنسميها زكوات واجبة، ملناش دعوة بيها دلوقتي خالص، لأن ده باب كبير أوي هنتكلم فيه إن شاء الله في آخر الشهر. زكاة الفطر، ما هي زكوات رمضان هي المتعلقة بزكاة الفطر. ماشي، المخرج بيسأل يا جماعة، بيقول هي زكاة الفطر هي زكاة رمضان؟ هو احنا بنطلع ايه في رمضان؟ لما بنطلع في العشر الاواخر ده زكاة، بتبقى زكاة ايه؟ بتبقى زكاة ايه؟ زكاة فطر. طيب انا ماليش دعوة، ما انا لسه بتكلم اهو واحدة واحدة، انا لسه هبدأ واحدة واحدة. المخرج بيسأل يا جماعة عشان ما حدش يقول انت بتفضل تخرج من برا الموضوع ليه؟ مش هديها فيك ولا حاجة يا مخرج، بس بفهم الناس. المهم نرجع لموضوع الحلقة تاني. احنا عندنا زكوات واجبة وعندنا زكوات مستحبة. الزكوات المستحبة اللي احنا بنعملها طول الشهر الكريم وفي كل الايام، مش متعلقة بشهر كريم ولا حاجة، في كل الايام، هنبدأها واحدة واحدة كده ونفهمها. ما نقصت صدقة من مال، ما فيش مال بينقص ابدا من صدقة، كل ما بتتصدق كل ما زاد الله من هذا المال. طب ليه المولى عز وجل أمرنا بالصدقة؟ ليه المولى عز وجل أمرنا بالصدقة؟ أولا، منع للبغض والحسد، منع للبغض وللحسد والتعاون، عشان ما حدش يقول لك ده معاه فلوس قد كده ما بيهونش عليه يطلع صدقات، ما بيطلعش حاجة. انت بتعمل عشان تبعد العين عنك، ده الأول، تبعد حسد عنك. ده الصدقة المستحبة اللي بعملها في كل الأوقات اللي بطلعها. لكن لابد أن تعلم يا عزيزي المشاهد أن الصدقة المستحبة لابد أن تكون فائدة عن حاجة الإنسان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما يكونش في بيتي حاجة قليلة ما فيش اللي هي وأم طلعاها وقول ده صدقة، لأ، ما أنا هطلع صدقة بس أنا عندي غيرها او هيجي لي غيرها اطلع براحتي، لان دي مستحبه، دي مستحبه اطلعها براحتي في اي وقت او ما اطلعهاش خالص، مفيش مشكل، كل ما يبقى معاك طلع، ده مستحبات انا بعملها بس للحقد والحسد. انا مش بتكلم عن الصدقات الواجبه خالص او الزكوات دلوقتي، انا بتكلم عن الاشياء المستحبه اللي الانسان بيعملها.
يعني يقول لك انا مثلا عندي شيء فائض عن حاجتي، عندي شيء زائد عن حاجتي فاتصدق به، ده المستحب. بعمل كده ليه؟ منع للبغض وللحسد وللكراهيه. طيب اما زكاه الفطر اللي كان لسه بيسال عليها المخرج الجميل العزيز، ده متعلقه، دي زكوات واجبه ملناش كلام فيها خالص دلوقتي، لان دي احنا هنتكلم فيها بقى بتكون على حسب قوت كل بلد، وقد تكون حبوب وقد تكون اقط وقد تكون غير ذلك، ومقدارها ايه هنتكلم عن الموضوع ده اخر الشهر، لكن انا بتكلم عن الصدقه بوجه عام مش زكاه الفطر. وده علاجها الحديث، علاج الحديث الصدقه، هي الناس اللي بتتكلم عن البخل علاجها الحديث بايه؟ بالصدقات. طيب الامر الثاني العظمه والتعاظم، العظمه والتعاظم. الناس اللي عندها كبرياء، الناس اللي عندها كبرياء، ما بالك بالكبير وهو الأكبر منك لا يتكبر أبدا. تكبر ليه؟ المكان اللي خلق، احنا كلنا مخلوقين من جنس واحد ونسل واحد وهو آدم عليه السلام، ليه الكبر بقى؟ أوجبت علينا الشريعة الإسلامية الكبر والتكبر في حالة واحدة فقط، التكبر بالدين الإسلامي والتكبر بعلم نافع. اتكبر لما تكون كده، كبر بدينك، افتخر بيه، افتخر ان انت مسلم، افتخر ان انت على الشهادة، افتخر ان انت على الدين الإسلام. مش حاجة سهلة ان انا افضل ان انا اللهم ثبتنا يا رب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عشان كده النبي كان بيدعي بالسؤال ده يا جماعة، بالدعاء ده كان النبي دايما بيدعي بيه، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. مش سهل ان انا افضل في الدين الاسلامي، مش سهل ان انا افضل متماسكة بيه. قد تتعرض لمحن، قد تتعرض لابتلاءات، قد تتعرض لاختبارات، تخرج او حاجه، لا. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء، اللهم ثبت قلوبنا على دين الاسلام يا رب العالمين. نصلي على النبي ونرجع على الحاجه الثانيه. هي ايه الحاجه الثانيه؟ هي احنا قلنا التواضع، قلنا التواضع. يبقى الحديث اللي معنا بيعالج ايه؟ التكبر والعظمه والتعظم. بيعالجها بايه؟ بيعالجها بالتواضع. قلنا ما زاد عبدا ما تواضع عبدا لله الا رفعه، ما تواضع عبدا لله الا رفعه. مفيش حد عمره ما بيكون متواضع وابدا يكون ذليل او منكسر. لكن نقف عند الحته دي، في ناس هتفهم هنا معنى التواضع الانكسار والوحده والابتعاد، مش معناها في الحديث ده كده خالص. التواضع معناه ان انا ما بتكبرش على حد، وان انا مش بتعامل بانفي. اقول لك بيمشي كده يتكبر كده حاطط مناخيره في السماء، مش معناه كده. ان انا التواضع معناه ان انا يعني ما بتعاملش بالحاجه باستعلاء، ما بتعاملش بالحاجه برياء، بتعامل بتواضع كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين وأشرف الخلق، ولم يعرف معنى للتكبر، ولم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم معنى للتكبر. كان يخصف نعليه ويرقع ثوبه ويحلب شاته، وكان يداعب زوجاته. فين التكبر بقى؟ داود عليه السلام كان ملك وكان نبيا وكان يعمل حدادا، ملك الدنيا كلها والعالم كله، وحداد ونبي وحداد. مش عشان عندي بقى مش عارف ايه امشي يقول يا ارض تهدي عليكي ادي واشوط الناس قدامي وراي. اعلم ان كل هذا فان وليس شيء دائم غير وجه الله، لا دائم غير وجه الله، وأنها دنيا لا تدين، وأنها كما تدين تدان. من تتكبر عليه اليوم قد يتكبر عليك غدا، ومن كسرته اليوم قد يكون في كسرك غدا. وتوضح حاجة جميلة، من استقلش بحد قد يكون قليل،
قد يكون القليل سبب في خير كثير، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. حبايب قلبي بتوع تالتة إعدادي، فاهمين الكلام ده؟ غزوة الخندق المسلمين كان عددنا قليل قوي قوي، وبدأ المنافقين مع بني النضير، يهود بني النضير مع مشركين مع بعض قبائل من الجزائر العربية ينضم، كل ده ينضم لمين؟ ينضم لليهود جلاء بني النضير، وينضم لكفار قريش عشان طبعا نبدأ نحارب. فالنبي لما علم بالأمر ده، هناخد بقى هنا نقتبس من اللي أنا هقوله دلوقتي ده فضل التواضع. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول لك أنا ده أنا النبي وأنا هروح أستشير أصحابي، وما حد فيهم هيديني يعني إجابة، وأنا عارف أنا بعمل إيه، وأنا عارف الصح فين والغلط فين. لكن ماذا فعل النبي؟ استشار أصحابي. نخرج نستناهم على أول البلد خارج حدود المدينة، ولا نستناهم في البلد؟ الناس اللي جايلنا دي كلها دي جاية تحاربنا، ده وده وده بنو النضير وكفار مكة وقبائل من الجزائر العربية، كل الناس دي كلها اللي جاية على المسلمين، اللي يعني احنا عددنا بالنسبة لهم ما كانش كتير قوي كده. نعمل ايه؟ هنطلع نحارب كل ده ولا هنقعد نستنى ولا نعمل ايه يا جماعة؟ وكان سيد الخلق يستشير أصحابه. شوف معنى التواضع والجمال، الاستشارة تعني التواضع، مش معنى ان انا بستشير يعني انا حاجة وحشة، لا، ما خاب من استشار. طيب النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، قولوا بنعمل ايه؟ نطلع نحارب ولا نستنى في البلد لما ييجوا؟ فسلمان الفارسي قال له لا، انا مش هنطلع نحارب، احنا هنعمل كده خندق كبير ونستناه، هنشوف هم هيعدوا الخندق ده ولا لا. نعدوا الخندق نبدا بقى نجهز ايه للحرب. وبالفعل كانت تلك الاستشاره وكان تواضع النبي سبب في ان يكون لنا النصر في هذه الغزوه التي قد تعرف وتعلم بالكسره. عملنا الخندق وهم ما قدروش يعدوا، فضلوا واقفين قبل الخندق واحنا واقفين بعد الخندق بنحارب بعض بالنبال. طيب ايه؟ طب نعمل ايه؟ طيب هنعمل ايه تاني؟ الى ان ياتي امر الله، الى ان ياتي امر الله. فحصل ما حصل بانتهاء الغزوه، وهو ان الله ارسل عليهم ريحا شديده وحصلت فتنه فيما بينهم، حصلت فتنه فيما بينهم. من هنا نفهم او فهمنا معنى التواضع، والتواضع يكون في اشياء كثيره. يجي انسان يقول لي ما انا اتواضعت، يقولوا عليا بقى ده منكسر، ده ملوش حد. لا، من قال كده؟ من قال ان التواضع كده؟ بدليل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حدث في احد الغزوات عندما شقت راسه واصاب في بعض جسده، عمل ايه أول ما فتح مكة؟ عمل إيه؟ ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ أخ كريم ابن أخ كريم. تواضع، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يجي حد يقول لي لا بس ده أذاني كتير، ده ضايقني كتير، ده كان وكان وكان وكان، لازم نرد له اللي عمله. الدين الإسلام دين مغفرة ورحمة وتسامح، ده معنى الحديث اللي معانا، ما نقص الصدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عز، وما تواضع أحد لله إلا رفع. ده معنى الحديث اللي معنا التواضع بيرفع، والعفو مش دليل على الضعف، وهنشرح دلوقتي العفو كده. احنا فهمنا معنى التواضع، فهمنا معنى التواضع ان انا ما بتواضعش، ما بتكبرش ابدا. وهذا الحديث عالج ذلك عن طريق غريزة العظمة والتعاظم والبطش والسيطرة، عالج ده كل ده. الناس اللي عندها العظمة، الناس اللي عندها التعاظم، الناس اللي عندها البطش، الناس اللي عندها السيطرة، الحديث عالج هذه الأشياء عن طريق التواضع لله. أي يسألني سائل يعني إيه عظمة؟ يعني إيه تعاظم؟ ما
ما كل دي اشياء بها تكبر. يعني ايه بطش؟ يعني ايه سيطرة؟ البطش والسيطرة معناها حب التملك يعني كل حاجة تبقى ملكي وتكبر بيها وابدأ بقى استعلى على الناس. دي غرائز منهية عنها، هي جلبت عليها النفس. اه احنا ممكن نكون اتخلقنا وهي موجودة فينا او بتنمو معانا مع الفطرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنها وبدأ يعالجها، يعني ما سابهاش، بدأ يعالجها، قالك لا، العظمة والتعاظم والبطش والسيطرة وكل هذه الأمور ستعالج بأمر الله عن طريق التواضع. التواضع، وأعطانا النماذج زي ما قلنا واتكلمنا عنها كده. الأمر الثاني، وهي عبدا بعفو إلا عزة، عبدا بعفو إلا عزة، المسامحة. المسامحة، طيب إحنا دلوقتي بنستغل الفرصة دي عن طريق شهر رمضان الكريم، ان احنا دلوقتي في شهر ايه؟ المغفرة، وشهر الرحمة، وشهر العتق من النار. ناخد فاصل ونرجع نتكلم عن العفو. ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنتكلم عن العفو. العفو ان انا اسامح الشخص اللي ضايقني، اللي زعلني، اللي تطاول عليا، لان العفو والصفح والتواضع والصدقة وصلة الرحم كل هذه الصفات صفات الايمان والمؤمنين، بدليل قوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقازمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. القرآن الكريم كمان تحدث عن هذه الصفات. أيضا قال أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجدنا الكرم في التقى والغنى في اليقين والشرف في التواضع. كل ما أنا متواضع كل ما بيدل على شرف مكانتي. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نكون من أهل الجنة، أن نكون من أهل التواضع، أن يبعد عنا الرياء. فاللهم يا ربي بحق هذا الشهر الكريم وبحق هذا اليوم الكريم وبحق هذه الساعة التي قد تكون ساعة إجابة، اللهم تقبل لنا أعمالنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، ارفع عنا يا ربي هذا الوباء، لا يكون يا ربي هذا الوباء في بعد قريب عنا يا رب العالمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا رب ارحمنا إذا جمعنا التراب وتركنا الأهل والأحباب. اللهم ارحمنا يا ربي إذا جمعنا التراب وتركنا الأهل والأحباب. في نهاية الحلقة يرجو أن يكون هذا العمل متقبل مني ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.